مرحبا، أنا لبان، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلة أونلاين. اليوم الكيكة تبعنا كيكة ترايفل، كيكة طيبة كتير وسهلة. المقادير: طبقة الجاتو 125 جرام زبدة، 125 جرام سكر، بيضتين، معلقة فانيليا، 20 جرام كاكاو، 40 جرام نشا، 65 جرام طحين، معلقة صغيرة بيكنج باودر. الترايفل شوكولا مرة للدايرة 90 جرام، حليب 300 ملي، معلقتين صغار نشا، سكر 50 جرام، معلقتين صغار جيلاتين، شوكولا مرة 200 جرام، كريمة سائلة 250 جرام. أما طبقة الجناش اللي فوق راح تكون 200 ملي كريمة مع 200 جرام شوكولا مع ربع كاسة كاكاو. الطريقة: أول شي كالعادة بدي أبلش أحضر الجيلاتين، بفضي المي فوق الجيلاتين وبحطه على طرف. هلأ بطنجرة صغيرة بدي أفضي الحليب مع النشا مع السكر وأحطهم على النار ليغلو. هلأ بإمكاننا نستغني عن الجيلاتين بأنه نزيد شوية نشا بس للمزيج. بعد ما غلى المزيج طفيت تحته وضفت الشوكولا، حركتها لذابة تمام. هلأ هون ضبت الجيلاتين الشفاف بعد ما ذوبته شوي بالميكروويف، حابة أحرك كتير منيح. هذا المزيج بدي أحطه على طرف مشان يبرد تمام. بهالأثناء ببلش بحضر كمالة الجاتو. الجاتو هو طبقة كتير رقيقة، بدي أستخدم المقادير اللي شفناها مع بعض. حطيت البيض مع الزبدة والسكر وضربتهم على الخفاقة. بعدين صرت أضيف المواد الجافة اللي هي الكاكاو مع الطحين مع البيكنج باودر، كمان خفقته منيح. هو مزيج سميك كتير، طبعا ممكن نمده بصينية ألمنيوم قطرة أكتر من 22 سنتي، مع أبطنة بزبدة وطحين. أنا هون حطيت الرينج اللي عندي مع تحته ورقة زبدة. مثل ما قلت هو مزيج سميك، بدي أمده بالسبتيولا وأمسك وشه منيح. وبالفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 200، بدي أشغل عليه من تحت بس، وبالآخر دقيقتين بدي أشغل من فوق. هاي بعد ما طالعته حررته من الطارة وعفته كمان على طرف ليبرد، حطيته بصحن التقديم. هلأ بعد ما برد تمام جبت هذا الإطار الشفاف، هو بيجي مختص للحلويات بمقاسات معينة. ممكن نستبدله أنه نجيب ورقة زبدة أقيس فيها كمان داير الكيكة مثل ما هلأ عم بعمل، وأخذ المقاس المزبوط والعلو اللي بدي إياه، أقص الورقة وأستعمله بديل لهي النايلون. حطيت 90 جرام شوكولا مرة بالميكروويف، كل 10 ثواني أطالع أحركة، صارت هون سائلة تمام. حطيت الورقة النايلون حطيتها على المرمرة بشكل سيمي تمام، وصبيت الشوكولا فوقها. طبعا ممكن نستبدل هالحركة تمام، نستغني عنها إنه نحن نحط قالب الكيك بصحن ونصب الموس فوقه، بس أنا بدي بين كله كقالب واحد. عملت هاي الطريقة، مسكت الشوكولا على السيمي تمام، وبدي أستناها لينشف وشها وتبرد تمام. الزاد معي من الشوكولا حطيت فوق شوية حليب وحركتهم. بدي أحط كمان شوية نسكافيه مشان أسقي الكيكة بهاي البقيان معي، طعمتها طيبة كتير. هلأ نشفت شلتها وبدي أحطها على داير الكيكة، استنوه لتنشف أكتر من هيك، يعني إذا حطينا إيدنا على الوش يكون ناشف وبتصير لفة أسهل على داير الكيكة. هلأ سقيت القالب اللي بقيان عندي من الحليب والنسكافيه، هاي تسقية طيبة كتير. هلا عم بخفق الكريمة مشان أضيفها للموس اللي برد عندي، ضفت له إياها للكريمة ورجعت خفقتهم مع بعض، أو هي تقليبة واحدة. هاي الطريقة أنا هلا عم بعمل موس شوكولا، له عدة طرق وعدة أنواع. مسكت الوش وبدي أحطه بالبراد ليبرد. هذا الجناش هلا اللي أنتوا عم تشوفوه هو جناش جاهز عندي إياه، عملته بس ما صورته، بدي أقلكم طريقته. حطيت الكريمة على النار، هي سخنت الكريمة، طفيت تحتها وحطيت لها الشوكولا ضفت عليها وحركتها وعفتها لتبرد تمام. صبيتها بصحن وعفتها بالبراد، بتصير مثل ما شفتوها قوام سميك. هلأ القوام السميك اللي انتم شايفينه ممكن يلعب الشوكولا دور، احيانا في انواع شوكولا ما حتكون سميكة كلها، ما بتعطي الجناش هالسمك. هاد نزيد الكمية، يعني 200 جرام كريمة بدي احط له 300 جرام شوكولا. عملت الطابات من الجناش وحضرت صحن كاكاو، صرت الف الطابة على ايدي وأغطسها بالكيكة الطريقة اللي انتو حابينها. ممكن على الداير تصفوها، ممكن تصفوها بالنص مثل ما انا عاملة. حطيت عليهم كاكاو، مشيتها على كل القالب، قشرت النايلون محطوط على الداير وهي قسمتها من جوا. هون كانت الدنيا صارت ليل، شوفوا الجيلاتين بيعطيها وقفة حلوة للكيكة،
هيسا جاهزة التقديم، وكيكي بنصح فيها كتير 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 سهلة، ممكن الكل يقدمها، مواد متوفرة بكل البيوت، الشوكولا موجودة وبقية المواد كلها متوفرة. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتعطوني رأيكم. هاي الكيكة هي للغالية منى صابوني، حبيت أجربها معكم وأعطيكم رأيي فيها، وكتير كتير طيبة، تسلم إيديها وبتشكرها كتير. أما الفيديو اللي جاي من تحضيرات العيد، راس بعجوة بأشكال مختلفة كتير حلوين بلفتوا النظر. انتظروني بالفيديو اللي جاي، وكل عام وانتم بألف خير.